شفت صاحب جديد حاسه ان الدكتور جاله من الشنطه وقلت له انا جاي حاسين يوسف اختار الجامعه ان شاء الله. احنا بعد ان شاء الله مجتمعين علشان نحضر مناقشه هيا مصطفى. واهلا بكم طبعا تقعدوا على الكاس. Bio-friendly environmental work. تحت الشوط الدكتورة دلال بسنتي جيشن أستاذ متفرغ الكيمياء العضوية جامعة الشمس. الأستاذة الدكتورة سارة مسائيل فرمان أستاذ متفرغ في معمل الحضارات قسم التكليف معهد قسم البترول. أستاذة الدكتورة لمياء سعد محمد أستاذ باحث ورئيس معمل الحضارات قسم التكليف معهد قسم البترول. من رسالتنا احنا عملنا بحثين نشرنا بحث في International Journal of Progressive Research in Chemistry تحت عنوان جرافايت اوكسايد الميتال فري كاتاليست فور بيتروكيميكال برودكشن. البحث الثاني شاركنا فيه في المؤتمر البترول للطاقه المعدنيه. الجرافين هو عباره عن كاربون ماتيريال مسدوده الميتال ستراكشر. الكاربون بيكون عباره عن اس بي 2 هايبريدايز كاربون اتوم ان اني كاربون كريستال. الكربون زي ما احنا عارفين ان هو فيه اربعه الكترون، ثلاثه الكترون بيكون التحويل الرابع، الالكترون الرابع بيكون موجود على سطح الجرافين. الاكسس من الفري الكترون خلت الجرافين ان هو بيكون ليه هاي الكترونيك اند ثيرمال كوندكتيفيتي، لدرجه ان هو بيعتبر 100 مره اعلى في الكوندكتيفيتي من الكبر. وبيعتبر السوفينس اند ستونس ماتيريال ميتابوليك والجرافين الكيميكالي موست اكتيف فورمز اوف كبر. اليونيك بروبرتي خلت الجرافين ان هو بيدخل في العديد من الابلكيشن زي السنسور وزي الترانزستور وزي الفوتونكس وبيستخدم في الموضوع الاكسايتر من الكروت اوت. علشان نحضر الجرافين بيكون الستارتنج ماتيريال عندي هو عباره عن الجرافايت. الجرافايت بيكون عباره عن لاير من الجرافين، الكربون فيه بيكون موجوده فيه هكسابنال رينج في هاني كومب كريستالكس. الهدف بتاعي ان انا عاوزه افصل شيت واحده من الجرافايت لتكوين الجرافين شيت. عشان احضر الجرافين من الجرافايت بيتم بيه تو ستيبس. اول ستيب بيتم ان انا بعمل عمليه اوكسيديشن للجرافايت بحوله للجرافايت اوكسايد. الستيب الثاني ان انا بعمل عمليه ريدكشن للجرافايت اوكسايد اللي اتكون باستخدام تو ديفرنت ريدوسنج ايجنت للحصول على الجرافين. فاول بروسيس احنا بنعمل بناخد الجرافايت بنعمل له اوكسيديشن بطريقه الامبروفد هامر ميثود. الطريقه دي استخدموا السلفوريك اسيد كانتكريتنج ايجنت واستخدموا البرمنجانيت والفوسفوريك اسيد كاوكسيدايزنج ايجنت. الطريقه دي احنا اعتمدنا على تغيير سي كنترولنج بارامتر للحصول على اوبتيمال كونديشن لتحضير الجرافايت اوكسايد. البارامتر كان هو عباره عن التايم غيرناه من 6 ل 24 اور. البوتاسيوم برمنجانيت للجرافايت من 1:1 ل 3:1. الايفكت اوف ادينج الفوسفوريك اسيد ان ذا اكسيديشن ميك. الحصول ده كله كان هدف الحصول على الجرافايت اوكسايد اللي زي ما حضراتكم شايفين هو عباره عن لاير. اللاير اتصل بوجود الاوكسجينيتد فانكشن جروب اللي هي الهيدروكسايد والكاربون دي جروب. الستيب الثاني احنا عملنا ريدكشن باستخدام تو ديفرنت ريدوسنج ايجنت الجرين تي والسوبر كريتيكال ايزون. في حاله الجرين تي احنا استخدمنا الثلاثه تكنيك، هو عباره عن الريفلكس والسوميجيتنج والاكستراكتنج بوليفينول تكنيك. في حاله الريفلكس احنا جبنا الجرافايت اوكسايد اللي اتحضر وضفنا عليه الجرين سي وعملنا ريفلكس في المعمل لمده ساعتين. في الطريقه الثانيه السوليجيتنج احنا جبنا الجرين سي ضفنا عليه الجرافايت اوكسايد وعملنا سوليجيشن في الالتراسونيك في المعمل لمده ساعتين ايضا. في طريقه الاكستراكت البوليفينول تكنيك احنا عملنا اكستراكشن لمجموعات البوليفينول اللي موجوده في الجرين سي وده زي البريتشاليان از ستار فاليانت 1. وخدنا اكستراكتد سوليوشن ضفناه الجرافايت اوكسايد باودر
وعملنا سيميليشن لمده نص ساعه وبعدين عملنا ريفلكس، وده كان بهدف الحصول على الجرافين ماتيريال. الطريقه الثانيه احنا استخدمنا السوبر كريتيكال اسينوكارديوسنج ايجنت. في الطريقه دي احنا عملنا اضفنا الجرافايت اوكسايد على الايثانول في اوتو كليف رياكتور. الطريقه احنا اعتمدنا على تغيير 3 كنترولنج رام، التايم الجرافايت اوكسايد اماونت والتمبريتشر. غيرنا التايم من ساعتين لستة، وغيرنا الجرافايت اوكسايد اماونت من 1 ل 5، وغيرنا التمبريتشر من 150 ل 250 درجه. في الطريقه دي احنا حبينا ان احنا زي ما احنا عارفين الايثانول لما بيضاف على الجرافايت اوكسايد بيحصل اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. اللي حصل احنا عملنا الايثانول عمل ريدكشن للجرافايت اوكسايد، حوله دي الجرافين بلس ان الجرافايت اوكسايد عمل اوكسيديشن للايثانول وحوله لبيتروكيميكال برودكت. عملنا كاركترايزيشن للجرافايت اوكسايد والجرافين اللي اتكونوا باستخدام الاكس راي ريفراكشن اناليسيس to ensure the variance in the crystalline structure. استخدمنا عملنا spectrographic analysis to study the structure change. The infrared spectroscopy to identify the function group on the prepared sample. Transmission electron microscope to study the morphology and crystallography features. Azeta potential to study the stability of the suspended graphite oxide. A nitrogen adsorption desorption as a cell to determine the temperature property. A gas chromatography analysis to analyze the reactant. اول تولز احنا استخدمناها احنا قلنا ان احنا عندنا تو ستيبس. اول ستيب هي كانت تحضير الجرافايت اوكسايد. احنا غيرنا 3 كنترولنج بارامتر زي ما احنا شايفين ان كل ديفرنت جرام بيوضح الايفكت ليه بارامتر معين. اول ديفرنت جرام هو ريشن ما بين الريد انتنسيتي والتو سيتا. زي ما احنا شايفين ان اول باتر كان للجرافايت للبيرنت جرافايت اللي ظهر ليه 3 مين لاينز، كان المين لاينز عنده 26.7. لاحظنا ان احنا كل ما كان الاكسديشن تايم بيزيد كل ما كان الانتنسيتي بتاعت المين انتنسيتي بتاعت المين لاين للجرافين بتقل، وبدات ان هي تتجه للور 2 سيتا. وده معناه ان انا كل ما بزود التايم للاكسديشن كل ما عمليه تكوين الجرافايت اوكسايد بتزيد. وإذا أقدر إن أنا أستنتج إن كان أحسن تايم أو الأوبتيموم تايم لتحضير الجرافايت أوكسايد هو 24 أورز. بناء على كده إحنا خدنا الـ 24 أورز وبدأنا إن إحنا نغير كمية البوتاسيوم برمنجنيت للجرافايت ريشيو. غيرناها من 1:1، 2:1، 3:1. لقينا إن إحنا كل ما بنزود كمية البوتاسيوم برمنجنيت كل ما كان الانتنستي للكاركترستيك بيك للجرافايت أوكسايد اللي بتظهر عند تقريبا 7 كانت بتزيد، وده معناه ان كان احسن نسبه للبوتاسيوم برمنجنيت للجرافايت كانت 3:1 عند تايم 24 اورز. بدانا ان احنا نشوف تاثير الفوسفوريك اسيد في الاكسديشن ميديوم. لقينا ان في غياب الفوسفوريك اسيد كانت الريلاتيف انتنسيتي هي كانت الانتنسيتي كاركترستيك بيك للجرافايت اوكسايد كانت قليله، ولكن في وجود الفوسفوريك اسيد في الاكسديشن ميديوم زود الانتنسيتي، وده معناه ان كان الفوسفوريك اسيد كان عامل مؤثر في عمليه الاكسديشن. ومن الكاركترايزيشن اقدر ان انا استنتج ان كان الاوبتيمم كونديشن لتحضير الجرافايت اوكسايد كانت هي عباره عن التايم 24 اورز في حاله البوتاسيوم برمنجنيت ريشيو 3:1 وفي وجود الفوسفوريك اسيد. عملنا ايضا السيرمال جيومتريك اناليسيس للعينات اللي اتحضرت. لقينا زي ما احنا شايفين ان الكيرف هو كان عباره عن ريليشن ما بين الويت لوس والتمبريتشر. لقينا ان احنا كل ما كان بنزود التايم كل ما كان التايب اوف اوكسيديشن بيزيد كل ما كان الويت لوس بيزيد، وده معناه ان الاوكسيديتيف فانكشن جروب اللي اتكونت في العينات كانت اكتر، ومعناه ان كانت احسن تايم هو عباره عن 24 ساعه، وده نفس الكلام اللي اكدته الاكس راي. عملنا برضو عينات العينات اللي اتحضرت عند ديفرنت ريشيو من ديفرنت اماونت من البوتاسيوم برمنجنيت. لقينا ان احنا كل ما بنزود الكميه كل ما كان الويت لوس بيزيد، وده معناه ان كان احسن نسبه للبوتاسيوم برمنجنيت عباره عن 9 جرام. لقينا ايضا ان تاثير الفوسفوريك اسيد كان واضح في الويت لوس، وده نتيجه تكوين الاكسجينيتد فانكشن جروب. عملنا ايضا الـ FTIR سبكتروسكوبي. لقينا ان كل ما بنزود طبعا هو الكيرف عباره عن ريليشن ما بين الترانسميتنس والويف نمبر. لقينا ان احنا كل ما بنزود التايم بتاع الاوكسيديشن لقينا ان الكاركترستيك باند للاكسجينيتد فانكشن جروب كانت بتزيد، زي الاو اتش اللي بتظهر عند 3500 وزي الكربونيل اللي بتظهر عند تقريبا 1700.
نفس الكلام احنا هنا لقينا كل ما بنزود نسبه البوتاسيوم في المنجريج كل ما كانت الاكسجينيتد فانكشن في الانتنس الاكسجينيتد فانكشن جروب كانت بتزيد. لقينا ايضا ان في وجود الفوسفوريك اسيد لقينا ان الانتنس او اتش جروب كانت بتزيد هي والسيدا والبوند او جروب. اسم ايضا الزيتا بوتنشال للعينات اللي اتحضرت. الزيتا بوتنشال هي بتقيس الاستابيليتي اوف جرافايت اوكسايد سسبنشن. معنى كده ان احنا كل ما كانت الزيتا بوتنشال كانت بتزيد بالمور نيجاتيف كل ما كان ان الجرافايت اوكسايد اللي اتحضر هو عباره عن هو بيكون فيه كميات اكسجين فانكشن جروب اكتر وبيكون ستيبل اكتر في السوليوشن. لقينا ان فعلا ان كان الجرافايت اوكسايد اللي كانت تحضر عند تايم 24 ساعه والبوتاسيوم للمنجنيت الجرافايت 3 ل 1 وجود الفوسفوريك اسيد هو كان مدينا الاعلى فاليو للزيتا بوتنشال. شفنا ايضا التيم ايمج دي على الجرافايت والجرافايت اوكسايد اللي اتحضر. زي ما احنا عارفين ان الجرافايت هو عباره عن ستيت لاير فظهر لنا كانه بط. الجرافايت اوكسايد لا احنا الشيتس دي احنا قدرنا ان احنا نفصلها باكسجينيتد فانكشن جروب واضح الاكسكوليشن زي ما هو واضح قدام حضرتك. من الداتا قدرنا ان احنا نقول ان كان احسن جرافايت اوكسايد اتحضر هو كان عند اعلى نسبه من البرمنجنيت الجرافايت عند تايب 24 ساعه في وجود الفوسفوريك اسيد. اخذنا احسن اوبتيمم جرافايت اوكسايد بدانا ان احنا نعمل عليه عمليات ريدكشن. احنا استخدمنا دور الديفنج ايجنت زي ما احنا قلنا استخدمت الجرين تي واستخدمت الايثانول. في حاله الجرين تي احنا استخدمنا ثري تكنيك الريفلكس والسوليكيت والاكسبريكت بوليفينول. لقينا الكاركترستيك بيك للعينات الجرافايت اوكسايد بدات انها تقل واختفت خالص في وجود في حاله الاكسبريكت بوليفينول تكنيك. وده معناه ان انا طريقه الاكسبريكت بوليفينول دي كانت احسن طريقه لتحضير الجرافين ماتيريال. عملت ايضا اف تي اي ار لعينات الجرافين اللي انا عملتها باستخدام اكستراكت بوليفينول. لقيت الاكسجين فانكشن جروب قلت زي او اتش اللي بتظهر عند 3500 وزي السي ده بالظبط او اللي بتظهر عند 1700. تاني ريدوسنج ايجنت انا استخدمته هو كان عباره عن الايثانول. اللي عملت التجربه دي كانت بروتوكليف رياكتور حليت السوليد ماتيريال وحليت الليكويد ماتيريال. السوليد ماتيريال عملت له الاكس راي. طبعا انا عندي كل الديفراكتوجرام كان بيوضح الايفكت ليه كونديشن معين. اول ديفراكتوجرام هو بيوضح الايفكت ليه التمبريتشر تاثير درجات الحراره على عمليه الريدكشن. ثاني واحد هو بيوضح تاثير التايم على عمليه الريدكشن. ثالث واحد بيوضح تاثير الجرافايت اوكسايد تاثير كميه الجرافايت اوكسايد على عمليه الريدكشن. اول ديفراكتوجرام زي ما حضرتك شايفين هو عباره عن ريشن ما بين الريلاتيف انتنستي والتو سيتا. لاحظنا ان احنا اول رياكشن في الفيتشر الكاركترستيك بيك للجرافايت اوكسايد اختفت وظهر لنا الكاركترستيك بيك اللي بتكون عند تقريبا 24 او 25 للجرافايت اوكسايد. لا بس كان الفرق اللي كان بيحصل شيفت تو هاير تو سيتا. ده معناه ان انا عمليه الريدكشن اللي عندي بقت احسن. ولو نلاحظ ان في بيحصل بدا ان هو يحصل بروتنج في البيك وده معناه ان كانت السامبل اللي عندي بتحتوي على لارج على فيو لير من الجرافيت. بدانا ان احنا استخدمنا ان كان احسن درجه حراره هي عباره عن 250 درجه. بدانا ان احنا نغير التايم من ساعتين ل 24 ل 6 ساعات. لاحظنا ان الشيفت في الانجل بدات انها تروح لهاير تو سيتا بجانب البروتنج اللي حصل في البيك. زي ما حضرتك شايفين ان البروتنج واضح جدا. ده معناه ان السامبل بدات انها ممكن احنا نقول انها تحتوي على سنجل لير من الجرافين وده كان الهدف بتاعها. بدانا ان احنا كنا عاوزين نشوف تاثير كميه الجرافايت اوكسايد. لقينا ان احنا كل ما بنزود كميه الجرافايت اوكسايد مع الايثانول كل ما كان عمليه الريدكشن كانت بتزيد. وزي ما حضرتك شايفين ان كانت شيفت في الانجل بيزيد بلس ان البروتنج كان بيزيد. ومن هنا نقدر نستنتج ان كان اوبتيمال كونديشن لتحضير الجرافين هو كان عند الطيب 250 و 6 ساعات و 5 جرام من الجرافايت اوكسايد. عملنا ايضا الاف تي اي ار للعينات الجرافين اللي اتحضرت. لقينا ان احنا زي ما حضرتك شايفين هو الكيرف هو عباره عن ريليشن ما بين الترانسميتنس والبيج نمبر.
لقينا ان احنا الاوكسجينيتد فانكشن جروب هي بدات انها بتقل كل ما كان درجه الحراره بتزيد زي او اتش وزي السيده البندق. ايضا كل ما كان كل ما كان التايم لعمليه الريدكشن بتزيد كل ما كان الاوكسجينيتد فانكشن بتزيد ممكن احنا نقول ان هي بقت ليت لايف يعني اشبه ان هي تكون ليت لايف. بدانا ان احنا غيرنا الريشيو لجرافايت اوكسايد يعني نفس الكلام اللي هو حصل الاوكسجينيتد فانكشن جروب قلت زي الاو اتش وزي السي دبل بوند او وده معناه اكدنا نفس الكلام اللي هو تحرك الاكس راي في تكوين الجرافين وموفل الاوكسجينيتد فانكشن جروب. عملنا ايضا السيرمال جرافيتك اناليسيس والبوتنشال سيرمال اناليسيس لقينا ان كل ما كان درجه الحراره بتزيد كل ما كان الويت رو بيقل وده معناه ان الاوكسجينيتد فانكشن جروب الموجوده في العينه لا هي بدات انها تقل. ايضا درسنا الديفرنشال ثيرمال اناليسيس زي الاتريشن بتقول ان في بيك البيك بتظهر تقريبا عنده 500 البيك دي بيكون كاركترستيك للاس بي 2 هايبريدايز تارجت. كل ما الانتنستي دي البيك بتزيد كل ما معناه ان العينه اللي عندي اتحولت من الاس بي 3 للاس بي 2 اس بي 3 من الجرافايت اوكسايد والاس بي 2 للجرافين لقينا ان الانتنستي دي البيك كانت عاليه عن 250 درجه. برضه عملنا عين اسمك اناليسيس للعينات اللي اتحضرت عن الديفرنت ريدكشن تايم ساعتين ولا اربع ساعات وست ساعات لقينا ان احنا كل ما بنزود درجه كل ما بنزود التايم الاوكسيديشن كل ما كان الويت لوس بيقل. ولاحظنا ان الكاركترستيك بيك بدات انها ايه خلاص يعني الكاركترستيك بيك اللي من الديفرنشال سيرمال اناليسيس اللي تكون كاركترستيك للاس بي 2 هي بتزيد تفرجن لا هي بتزيد بزياده التايم. لاحظنا ان احنا كل ما بنزود كميه الجرافايت اوكسايد اماونت بنبتدي ايه لاحظنا ان احنا الويت لوس الويت لوس بيقل. ومن الديفرنشال سيرمال اناليسيس لقينا ان الكاركترستيك بيك للاس بي 2 هايبريدايز كاربون لا هي خلاص بقت انها تكون 100% وده بيدينا انديكيشن ان العينه اللي عندي هي عباره عن جرافين ماتيريال. درسنا ايضا التكتشر بروبرتي للعينات الجرافين اللي اتحضرت زي ما احنا شايفين من الادوبش ايسر لقينا ان العينات الجرافين هو كان عباره على تايب 4 ايسر يعني according to our classification التايب 4 هو عباره عن ميزوبورس وده برضو اللي اكده البي تي بلوت من الابر ديفيل. لقينا ان السيرفس اريا بيزيد من 50 ل 220 من 50 في حاله الجرافايت اوكسايد ل 220 في حاله الجرافين وده معناه ان الاكسبوليشن حصل اكتر وطولنا لارج اريا من الجرافين. درسنا ايضا التيم لعينات الجرافين اللي اتحضرت ده كان الشكل بتاع الجرافايت اوكسايد كان هو عباره عن اكسبوليتد لير زي ما حضراتكم شايفين ولكن في حاله الجرافين هو عباره عن ترانسبيرنس لير من الجرافين يعني كان فصلت اللير دي من الجرافين. احنا قلنا ان احنا حصل عندنا اوكسيديشن ريدكشن رياكشن احنا زي ما احنا حبينا ان احنا ندرس الايثانول الايثانول كونفرجن باستخدام الجاز كروماتوجرافيك اناليسيس وضح لنا الجاز الجي سي اللي كان الكونفرجن الكونفرتد برودكت كانت عباره عن الاسولين والاسيتال دهايد والدايسايد ايثر والاسيتون والهيلي هيدروفارم ودي كانت الكونفرجن فيها كانت بتتغير بتغير الرياكشن كونديشن زي ما احنا هنشوف. اول احنا عندنا كل كيرف بيوضح الكونفرجن لقينا ان اول كيرف ده بيوضح تاثير درجه الحراره على عمليه الكونفرجن للاسم لقينا ان احنا كل ما كان درجه الحراره بتزيد كل ما كان الكونفرجن للاسم بيزيد. لقينا ايضا ان الاسيتون هو كان عباره على عن المين كونفرتد برودكت لقينا ان الاسيتون كان بيزيد بجانب الضاي ايثال ايثر ايضا كان بيزيد ولكن اللي كان بيقل هو كان عباره على الاسيلين والاسيتال داي. الهيستوجرام ده بيوضح السليكتيفيتي واتش وان انت مور سليكتيفيتي يعني ايه اكتر واحد كان الجرافات اوكسايد كان سليكتيف دي لقينا ان الاسيتون السليكتيفيتي بتاعته بتزيد في زياده الرياكشن كونديشن
والداي ايثايل ايثر ايضا كان بيزيد، ولكن ده كان على حساب النقصان في الاسيلين والاسيتال داي. ممكن نقدر نقول ان الاسيلين في حاله اندر هاي تمبريتشر اند بريشر حصل له بوليمرايزيشن مكون هاير هيدروكربون. في الاسيتال داي ممكن احنا نقول ان الاسيتال حصل له هيدروجينيشن كون الاسيتال داي، وبعد كده حصل لي الاسيتال داي اندر كوندنسيشن كون الاسيتال، وده اللي احنا شايفينه اللي بيأثر فيه سليك. تاني كيرف هو بيوضح الكونفرجن باختلاف الرياكشن تايم. لقينا ان كل ما كان الرياكشن تايم بيزيد كل ما كان الكونفرجن بيزيد، ولكن كان الكونفرجن للاسيتون كان بيقل والداي ايثايل ايثر كان بيقل كان بيقل، ولكن الداي ايثايل ايثر والاسيتال داي كانوا بيزيد. الكيرف ده كان السليكتيفيتي للكونفرتد برودكت، لقينا ان ايضا السليكتيفيتي للاسيتون كانت بتقل والداي ايثر ايثر كانت بتزيد والاسيلين كان بيزيد، ولكن الاسيتال داي كان السليكتيفيتي بتاعته بتقل. ممكن احنا نقدر نقول ان هو يعني بلش، يعني ان هو خلاص يعني بدا ان هو كونفرجن. هنا تاثير كميه الجرافايت اوكسايد على عمليه الكونفرجن. الكونفرجن للاسيتون بتاع الايثانول زاد مثلا من حوالي 90% ل 98%، ولكن الاسيتون ايضا كان بيقل والداي ايثايل ايثر كان بيزيد والاسيلين ممكن نقدر نقول الاسيلين بيزيد لكن الاسيتال داي كان بيقل، وده بيدل ان احنا عندنا الريت بتاع الهيدروجينيشن رياكشن بدا ان هو يقل، وده بيدل ان احنا حصل عندنا تغيير في النيتشر بتاع الجرافايت اوكسايد ماتيريال من تكوين الجرافيت. زي ما احنا عارفين ان السوبر كريتيكال الكحول، الكحول في حاله السوبر كريتيكال ست بيبقى عنده قابليه ان هو يفقد الهيدروجين كهيدرايد او يفقد الهيدروجين كهيدروجين بروتون. حاله نفقد الهيدروجين كهيدرايد بيكون الاول المجموعات الاو اتش والاو سي اتش 2 سي اتش 3، وبعد كده بيكون الاسيتال داي والجرافيت. From the study of the characterization of the graphite oxide and the graphene material, أقدر إن أنا أقول إن كان أحسن graphite oxide اتحضر في بريشيو 3:1 في وجود الفوسفوريك أسيد عند تايم 24 ساعة، والإكس راي ديفراكشن أناليسيس ريفيلز إنكريز إن ذا إنتر لاير ديستانس من 3.4 سم جرافين 12 جنيه في حالة الجرافايت أوكسايد. أيضا الـ FTIR spectrum revealed إن the oxidation of the graphite oxide increased as graphite from the increase in the intensity of the oxidated band. A thermal gravimetric analysis revealed the increase in the weight loss upon the thermal treatment of the graphite oxide sample, which attributed to the strong oxidation with large amount of oxygen function group. أيضا transmission electron microscope revealed the SP3 bonded carbon aggregated in the graphene sheet distributed very effectively. As it a potential measurement or established that the highly oxidized graphite sample that will bear time and under 5 ساعة وعن 3:1 ودي تعمل التي لو تدريك a potential guidance. حالة الجرافين احنا استخدمنا تو تكنين، في حالة استخدام الجرين تي كريديوسنج ايجنت استخدمنا 3 ديكريت ريفلوكس سوليديت واكستراكتد بوليفينو تكنين. قلنا الاكستراكتد بوليفينو تكنين كانت هي الافضل طريقة في للريموفال الاوسيليتي فانكشن جروب اتجاه تكوين الجرافين زي ما وضح الاكس راي والاف تي اي او. في حاله استخدام السوبر كريتيكال ايثرال عند ديفرنت اكسبيرمنتال كونديشن زي التمبريتشر والتايم والجرافايت اوكسايد، قدرنا ان احنا نقول ان الانكريز ان ذا رياكشن تمبريتشر من 150 ل 250 والرياكشن تايم من 2 ل 6 والاموات الجرافايت اوكسايد من 1 ل 5 دي كانت X-ray diffraction analysis reveals the increase in the deep spacing from 12.2 graphite oxide to 3.5 reduced graphene oxide material with an increment in the rolling of the beak, which indicating more ordering of the sheet along the staining variation. The balance of composition of mostly stainless or few layers of graphene material. FTIR spectrum reveals and increase the intensity of the band characteristics of the brazil of the function group زي الكربوكسيل والكربونيل والـ HR decrease.
thermal geographic analysis indicates that in the wind loss decreases as the effective reduction takes place and decrease in the accumulated function group. In nitrogen and absorption and cell, indicates the increase in the value of the specific BET, main council graphite oxide with 22 feet in the graphene. الثام وضحت لي transparent cell layer properties. From the evolution of the ethanol converted product, لقينا converted product are mainly composed of acetone, diacyl ether, ethylene, acetal the high considerable amount of ethylene and carbon. لقينا ان الاسيتون was found to be the main converted product. لقينا زيادة the increase in the reaction temperature lead to increase in the selectivity towards acetone formation. This may be attributed either to layer expansion that allows the formal acetone to dissolve easily without any product diffusion, and or to the different oxygen function group. The increase in the reaction time and the graphite oxide amount to lead to an increase in the rate of dehydrogenation reaction and an increase in the dehydration reaction. This may be related to the changes that occur in the nature of the carbon through the exfoliation reduction of the prepared graphite oxide samples that owing to the formation of the reduced graphene oxide sheets. Point of view, زي ما احنا عارفين ان الجرافايت هو عبارة عن layer من الجرافين material. الجرافايت اوكسايد بيكون من كربون وهيدروجين واكسجين, بيكون طبعا هيدروفيلك, ويعتبر هو ال essential material لتحضير الجرافين material. زي ما احنا عارفين ان في حالة الجرافايت اوكسايد في عندي هنا اروماتيك رينج و يعني اوكسيدايز بنزيرينج وان اوكسيدايز بنزيرينج. الاوكسيدايز بنزيرينج ممكن انها تتقسم تكوني هيفي هيدروكربون اللي ممكن تدخل ما بين الشيتس بتاعت الجرافيت اوكسايد وتسهل عمليه الاكسفوليشن وتكوين اللاير من الجرافين, وده اللي وضح لنا الهيستوجرام. زي ما احنا كنا شايفين ان بزياده الرياكشن طيب كانت كمية الهيدي هيدروكربون بيزيد, وأيضا بزيادة كمية الجرافايت أوكسايد لقينا أيضا إن كانت كمية الهيدي هيدروكربون بيزيد, وده يعني زي ما احنا شايفين إن كان عن تايم 6 ساعات يعني عند أعلى كمية من الهيدي تكوين الهيدي هيدروكربون سهلنا عملية الإكسفوليشن والحصول على السيل لير من الجرافين. لكن في حالة الساعتين كمية الهيدي هيدروكربون كان حوالي مثلا 10%. لا لو لسه في تو لايرز فوق بعض يعني لسه ما قدرناش ان احنا يعني نحصل على بيور جرافين ماتيريال. ثانك يو. طبعا احب اشكر من اسئلتي استاذه الدكتوره ساره مخيف, يعني قامت معايا يعني تعبتها كتير ربنا يخليها لينا, واستاذه الدكتوره لميا سعد محمد واستاذه الدكتوره داليا واستاذه الدكتوره طبعا دلال واستاذ الدكتور محمد سلام وكل الدكاتره. مش عاوزه انسي حد يعني كل قسم التكرير عامه, وطبعا يعني اخص بالذكر والدتي ووالدي يعني ساعدوني كتير وكفايه كان عليها مريم يعني, وطبعا كفايه كان عليها مريم. وده شيء طبعا مش باين عليه دلوقتي في ميسي بس انا تالته, فكنت دايما شاطره جدا بصراحه, يعني كنت انت حتى حلقه الوصل بيني وبين الطلبه بس فكري هي بصراحه كانت حاجه جميله جدا. يعني لو في حد عايز يسال اي سؤال
في طريقه بحيث ان احنا كلنا قدرنا ان حتى اللي هو يعلمه ان هو يفهمه ويستوعبه. طبعا الرسائل ده يعني حتى اللي انا بكتبها وغيري بيكتبها بيبص علينا حاجات، لكن الحقيقه الرساله دي يعني انا مش بقول كده لمجرد هو الكلام بيتقال، هي مكتوبه كويس قوي وبنوع الناس بيجيبه وبالعرض كان سهل الواحد يقرا، ساعات الواحد يقف في صفحه كده شويه لانه مش قادر يفتح فيقرا مره واثنين، لكن هو كان معرض الحقيقه سلس واللغه سليمه. الحقيقه انا ليا يعني شويه حاجات الرساله ما فيهاش حاجه نفس ان احنا نقدر نقولها الا بعض حاجات شكليه بسيطه جدا. ما اعرفش اذا كان التاول الابستراكت عندي في كتب النسبه هي المفروض ثلاثه بالبنجامين مع واحد للرقائق، بس انت ممكن ده واحد لثلاثه انا اتفوق فيها شويه، يمكن هي مجرد خطا مطبعي ولا هي كده؟ لا هي كان على واحد مش كده يعني. وبعدين الجرام دايما احنا برضه بننبه على الناس اللي اشتغلوا معانا ان دايما واحد، وطبعا في حاجات ستاندرد موجوده في اليونتس بالذات الابلكيشنز، فالجرام في كان ده مره بالجي ومره جي ام ومره جي بس لوحديها ومره كابتن كده في صفحه 31 والاوائل، يعني في مجرد حاجات شكليه بسيطه يعني نخلي بالنا منها ونصححها. في الصفحه 37 دي بقى نخش في الناحيه العلميه شويه. الصفحه 37 هو دايما طبعا شرح الاكسري كويس لانها طبعا من التولز الاساسيه عندك اللي انت تستخدم فيها، لكن دايما احنا ما بنحطش الاكس راي ما بنبينش ما بنطلعش جروبس. فدي بس في الصفحه 37 يمكن كانت التعبير شويه ان انت تتابع الفيجر 5 دي تقول ان هي هتفوكس الجروس، مفيش جروسين كورسبوندنج جروس على اطلاق الاكس راي، لكن هي كورسبوندنج انترفاكشن ما بين الانتر لايرز او الكريستال بادز اللي هي موجوده كده؟ اه بيعكس يعني كده ما بتغيرش في الكونفورميشن بتاع الكربون بيخش في او اتش او ميه او جي او اتش، فانت غيرت في اللايرز نفسها وفي التوزيع بتاعها. الانتر لاير ديستانس والانترفاكشن بيختلف فالجروسين بتختلف. بس فدي بس يعني الحته دي يا ريت تشيليها لانها ما بقاش لطيفه الناس اللي موجوده يعني. رغم ان انت بتعرفها كويس. الحاجه الثانيه في صفحه 47 و50 يعني انت كان تسلم للكونتنت شويه، هو طبعا ده كده لانه ما فيش جروب تطوير ثابت للجرافين او الجرافايت. لكن ممكن كانت البيرسون لو انت واخده ويت ثابت من السامبلز اللي موجوده تبقى الكومبارتمنت بتاعتك تبقى ايه؟ مور افروبت يعني ان انت مش ايه قديمه يعني تاخد ويت ثابت، فانت واخده ويت ثابت في كل العينات كل العينات مش كده؟ طب كويس قوي. فممكن بقى تحسبي النسبه بتاعت الويت لوس بحيث ان انا ممكن سي او او سي او 2، لكن انا هحدد سي او سي او 2 اتش 2 ازاي؟ يعني انت ما عملتش الاثار يفقد ازاي ان انت حاجه دي الويت بوس هنا دوت نتيجه الميه والويت بوس هنا نتيجه الكربون مونوكسايد والكربون دايوكسيد. هو كان على حسب الاختلاف في درجات الحراره يعني، هو كان عندنا مثلا ده مالهاش دعوه بدرجه الحراره. حضرتك مالهاش دعوه بدرجه الحراره، ممكن الاقي في مركب الاقي ان هو اخد سي او 2 مثلا عن درجه 100 ومركب ثاني يفقدها عن درجه 200، فبتختلف درجات الحراره على طبيعه المركب. هو ممكن يعني مؤيدة كلامك بالليترشر، فالليترشر حاجة هو طلع كده معايا، لكن هو طلع معايا كده كان بس الحتة دي ده أنت عامل شغل سلم كتير كنت قايلها في الويت نص، طالما أنت واخدة نص نص كل عينات خلاص هتقدري إن أنت تعملي المقارنة دي. الحاجة الثانية في صفحة 67 في الجامعة الفردية 67 هو انا بقول لك الحاجات دي يعني علشان يعني ان شاء الله تشتغل دكتوراه فيها فتكون تاخد بالك منها يعني كل الامور ماشيه كويس. فهنا انت كاتبه التاكوست والنوبوس داون في 1695 الكربونايت كده ده التاكوكس ده التاكوكس ده التاكوكس والتوصيل فيها 1695 ده الكربونايت بتاع الكربونايت مش كده؟ يعني الكربونايت بتاع الكربونايت دي المفروض
نوع الستريتشنج اللي نوع الفايبريشن اللي عارفه بيننج ولا لا هو مش متذكره قوي بس هو يعني هو في لو بيبقى مفروض بقى بيننج فايبريشن لا مش ستريتشنج هو هنا انا مش عايز اطول كتير في الاول قررت لكن دايما الاو اتش بتاع الاسيد بتظهر عند كام؟ عند الاسيد بعد الاسيد بس هو اتش اسيد اتجاه وكان الاسيد بتظهر عند كام؟ لا ما اعرفش مش عارفه تقريبا طب اللي هي عند 3500 دي بتاعت 3500 دي الاو اتش انا اعتقد لان انت عندك ميه عندي ميه باي باي ستاكس باي باي ستاكس ده عباره عن 3.5 3.7 امترو وده بيبقى يعني من ضمن الايه بيسموها السوبر نوكلير فورسز الجديده يعني اللي هي ليها ليها الهاتش بوكس فدي بتغير البروبرتيز تماما بتاعت المركبات اللي هتشغل منها البروبرتيز بتاعت الجرافين فدي التيبيكال باد للمايك لكن الـ OH على فكرة موجودة الـ OH كثيرة الـ OH تبقى شارب شوية عندي لكن دي طبعا نتيجة هذه البوند يعني بس دايما الأسيد بيظهر على فكرة عند 2500 الأسيد مش الـ OH اللي هي الحقيقة بقى عندي حاجة يعني أنا ما أعرفش تنفع إنها تتعمل اللي بعد كده أو لا دراسة الكتب 90 97 وكده هو هنا في ال نقط الجدول وانا حسينا حاجه ان الاسيتون هو طبعا ده البين برودكت بتاعك بتلاقي ان هو القيمة بتاعته يمكن هنا في الجدول دوت نتيجة ختم درجات الحرارة اللي هو 97 100 150 200 250 درجة وكان بيزيد على طول كان بيزيد فما تقدرش تستخدمي الحكاية دي في الكاينتكس بتاع الرياكشن دوت ممكن ممكن لان انت طبعا هو انت عندك هنا درجات حراره مختلفه وبعدين عندك في يمكن صفحه 94 بتجدي بقى حاجه ثانيه لان انت حتى طالما انت بتطلعي الكونسنتريشن عندك في الكروموتوجرافي بتاع الاسيتون والدايتوسايد دي صفحه اي برودكت ممكن نسبه تتابعيه مع الطيب وانس انت طلعت الكونسنتريشن مع الطيب دي طبعا بيبانيتك بروبر فيه وبالتالي ممكن انت تحسبي الايه القبضة بتاعها فيبقى ده حاجة كويسة جدا لو انت وضعت خدت مثلا ساعتين ثلاثة أربعة خمسة هتجدي إن الإيه الكونسنتريشن أو الأماونت بتاع الأسيتون أو أي جودة تاني ممكن ينزل تاني تبعيه. إن شاء الله. دي يعني ثلاثة الحاجة بقى اللي أنا يعني عايز بقى أعرفنا دلوقتي أنت عندي واحد اسمه شانج شانج بي تي اس دوت ريفرنس اشتغل سنة 2010. قبل ما تقول التحويش انت كتبت اول الكلام بتاعك وده استخدم الميثانول في الاي ال تي عملية الريدكشن. صح؟ انا ما افتكرش الاسماء بالظبط. انت كاتبه كده انت كاتبه كده. انت كاتبه عاوزاها لو عاوزاها صفحة ثلاثة. الاول يعني. يعني ده فهنا في البوينت اوف فيو اللي كان بقى كويس وهي والبتاع لكن انا كان يعني كان يبقى جميل جدا لو انت قارنت الداتا بتاعتك بالداتا اللي موجوده في الفلتشر بمعنى يعني انا هعرف الجداد لما هتتديني بقى واروح اظهر في الفلتشر واقرا الناس دي عملت ايه وانا ما عملتش كده المفروض اعمل كده هو على ما اتذكر ان الريفرنس ده هو كان مستخدم ريفرنس الفا يعني فكان افضل الفا يعني من ضمنهم كان هو عباره عن اسم
أي وهو هو صلبه صلبه سيرمال رياكشن بيستخدمه طب هو طلع داتا مش كده؟ فاديله 10 ونشرها الداتا بتاعتك احسن ولا بتاعته؟ هي بتختلف. هو ما درست الدراسه اللي انا درستها، انا درست تغيير الكونديشن في الحصول على سيرمال عامه مثلا، هو غير الاسم واستخدم الكوبانول والبيتانول على تذكر، وقارن ما بين الثلاثه في حال طبعا الاكس راي، واتكلم على الاي ار واتكلم على السيرمال ديرمينتيك اناليسيس، ومنها هو قال ان الاسم كان احسن من الريدوسنج ايجنت. طيب كويس، موضوعنا احسن معناه انه حصل على داتا معينه. طيب يعني هو دايما حتى لينا احنا دايما بنقول ان في شغل طبعا يعني ده قيمه كويسه قوي الشغل بتاعي. لما شفت هنر مثلا عامل ايه؟ حسب الطريقه بتاعت الساده بتاعت الطريقه، بقينا نرجع له ونقول ان ده عباره عن ايه؟ المودفايد هنر ايه؟ اسمه الطريقه باسمه. فهو انت هنا عملت دراسه سيستماتيك كويسه جدا في كل الفاكتور اللي خدتيها ووصلت لنتيجه معينه. الجميل جدا ان انا اقارن دي، خصوصا ان هو بيشتغل في نفس الحته دي او المكان ده. وبعدين انت ركزت في المكان ده وخدت التيم الشاي، ورغم ان هو انا شايفه جديد، هل هو حتى قبل كده اشتغل على الشاي؟ انا بصراحه لقيت هو كان بحث واحد ومنه خدت الفكره بتاعت الجنين. لكن بس هو طريقه الاطلاق والسوليديشن دي كانت طريقه يعني جديده. احنا اعتمدنا على جوجل، اعتمدنا على تحليل الجنين دي عامه، ان هو بيشتغل على بول الجنين، بس ممكن يجي تستخدم في بوستارم ايضا في ريدوسنج ايجنت، فعمل انتدكشن للجرافات. هو طبعا احنا حبينا نشوف الفرق طبعا في لما نعرض العينه للفلكس بس، طب لما نعرضها للالتراسونيك، طيب لما نعمل الاثنين مع بعض، طب لما نعمل الحالات لما نعمل الاكستراكشن. لو انت قلت حللت البروز الطلعه بتاعت الرياكشن وعملت الميكانيزم، الدراسه يعني جميله جدا، لكن لو انت حطيت المقابله دهيت كده كانت هتكسري، لانه لازم انا لما بعمل ده انا استخدم كاتاليس علشان مثلا يعني هو طبعا الجرافين من الحاجات المهمه جدا في السيستم في الكاتاليس لتحضير اورجانيك كومبونز او غيره يعني. فبالتالي ناس كتير اشتغلت في الكلام ده، فانا اشتغلت كاتاليس كتير وبعدين بحضر نفس البروجرام. طب ايه الفرق بيني وبين الناس اللي اشتغلت قبل كده؟ لازم يكون يا اما ارخص، الوقت اقل، الطريقه اسهل. فانا متاكد ان انت عندك داتا يعني كويسه، لو اضطرت كانت هتبقى حاجه جميله ويعني الف مبروك. شكرا لك. طالبة آية جدا على العرض اللي قدمته، اللي قدمته بفهم جيد جدا وعرض شيق يعني كان جميل يعني. وكل اللي في الرسالة كان كويس قوي، وبشكر المشرفين الدكتورة سارة والدكتورة جلال والدكتورة لمياء، الحقيقة مجهود كبير منكم ورسالة طلعت رسالة جيدة فعلا من كل المناحي. هو في سؤال بس عاوز اساله، في كل برنامج او رساله على تحضير الجرافين يعني انت قلتي في الاخر النبذة على ايه هو الجرافين من كده، طب ايه استعمالاته دلوقتي بقت في ايه يعني الجرافين؟ هو دلوقتي في استخدام، بما اننا احنا في معمل كاتاليسيس هم اللي بداوا ان هم يستخدموه ككاتاليسيس، لان هو يعتبر انا اصلا لو احنا عارفين ان الفري الكترونز عنده في الكترونز عاليه، فالبند جاب عنده هي زيرو، فالالكترونيك بروبرتي عاليه جدا، فممكن ان انا اقدر استخدمه في الكترونيك. غير الكاتاليسيس بيستخدم في الموبايل استخدم مخلوط اويل، ممكن هو بيبداوا ان هم دلوقتي يستبدلوا التاتش سكرين الموبايل بالجرافين ماتيريال. ايوه بالظبط، هو يعني كل الاجهزه الحديثه دلوقتي بقوا مستعملين، يعني عشان كده قلت اهميه تحضيره بالطريقه اللي هي صديقه للبيئه والكلام ده كله، يعني مهم جدا في تحضير حتى في الخلايا الشمسيه بقوا يعملوا او
الكالوريز والبروتين والحاجات دي. هو رقيق جدا جدا، سمكه بسيط قوي قوي طبعا بالنسبه للجيلاتايت او الجيلاتايت طبقات منه. فده استعمالاته كثيره جدا. فهو الاستاذ الدكتور صفاء قال كل حاجه بالنسبه للرساله، لكن في حاجه بالنسبه صفحه 49 الكيرف او الشارت دوت عاوزاك تشرحيه لي، يعني ان في حاجات هو الفيت اوكسيديشن تايم اوز اتوماتيك ريشيو الكربون للهيدروجين للاكسجين. احنا عملنا جنرال جرافايت اوكسايد سامبلز، عملنا له اليمنتال اناليسيس. كان الهدف ان احنا عاوزين نشوف كميه الاكسجين اللي اتكونت باختلاف الرياكشن كونديشن. الكيرف ده كان بالنسبه للايفكت للتايم، لان احنا كل ما كان التايم يزيد كل ما كان الاكسجين للكربون بتزيد، وده معناه ان احنا اتجاهنا في الجزئيه دي كانت تكوين الجرافايت اوكسايد. طيب لكن ايه علاقه التمبريتشر بقى؟ يعني الكلام ده هو في هيدروجين كاربون وفي اكسجين للكاربون مع زياده درجه الحراره الزياده كده. هي ممكن بقى مع زياده الطاقه. طيب الاكسجين للكربون والاكسجين للكربون ريشيو بتزيد زياده الطاقه. يعني انت قلت دي غلطه، يعني انا هركز بس. لا هي تبقى الطاقه فاين. درجة الماجستير في الكيمياء العضوية من كلية العلوم جامعة عين شمس.